أوصل بلا صياح، أدري إني ساحب، الوضع ريلاكس. صباح الخير وكيف رجعنا لكم بنوفا الفيديو نوفا رياكسيون. رياكسيون ديال اليوم غنشوفو على الثنائي الذهبي الجزائري، وي الثنائي الذهبي الجزائري برايمي رياض محرز. اوكي ملوك المهارات، كاتبين في التيتر ملوك المهارات. اوكي بالنسبة لكم نتوما، انا ديجا عارف بلي محرز ام داون مان، عرفت شناهو محرز، عنده شي مراوغات رهيبه بزاف اللي واعرين. المهم قبل اي حاجه لايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم. وابراهيمي باقي ما كنتفرجش في ابراهيمي، سوري. وهنا في هذا الفيديو غنكتشفهم كاملين ومجموعين. بقا نقول لكم 3 2 1 ليتس جو تو رياكتد ذيس فيديو. ملوك المهاره كوم سكيلز محرز برايمي. اوكي برايمي كنعرفو انك كيلعب في بورتو. واو يا للهضره يا رب، وانا بيت ماركا رياض محرز. محرز باقي ما كملتهاش. اوكي المراوغات، لنرى المراوغات. يلا غنقول مراوغات، ولكن المراوغات محرز كيعجبني على. شوف الرياح، واو بجوج مشاو كي مهب الرياح يا حبيبي. واحد غيضيع والله يتعرف محرز اخوتي، من دوك الناس اللي تيعرفو يدربو، عندو الدريب الواعر واعر واعر غامض. كوبري على بيضة، هو على بيضة. برايمي الان، برايمي هشي هنا واحد. او تشيلسي كانتي كيما بالرياح، كانتي والله بزاف طفى. اجي تشوف تفرج معايا. اكبر في براين ولا غير ما جوج من بنت فرنسا انا نايت فيديو جوج من بنت فرنسا معايا ولي كيجي كتعرف براين ومحرز فرنسا. وكي جاك بابا هذا راه ولا القليبه التمريرات الحاسمة، يعني الاسيست الى الاسيست. هذا ناسي اسيست عادي. عطا الفاردي، كتعرف فاردي كتلعب مانيس ترتيب فاك كتلعب مانيس كتعرف محرز رياض ابراهيم. منين همايا؟ من دولة حدانا، واحد دولة حدانا الجزائر. واو فريمون باس واعر، سي با زوين. ناضي بالرجوع، حتى ديك النقلة ديال خونا راه عارف كيفاش ينقل. نايس، هاي نقلة أخرى. شوف شنو كتفضل أنت في الأخر. أنا نقول في الأخر ديال الفيديو شوف شكون نسولو بعضياتنا، شوف كل واحد شنو كيفضل، مراوغات وفي التمريرات الحاسمة وفي يعني كل واحد شنو كيفضل. هادي مع المان يونايتد ياك، شوف الشياطين الحمر، فاردي يسجل واسيست رهيب من محرز. خويا راه بزاف، شوف ثنائي ذهبي. دابا الاهداف، شوفوا الاهداف
في الاخر نقول كل واحد. هذا مع المنتخب الوطني الجزائري. مع الجزائر فاش كوكا ديالنا هذا الطمع نسيت هذا المنتخب. ويلي ويلي كنت لعبات واه صافي شنو عطى لهذا ناري بما هاك بالرياح بجوج اصاحبي نقول قوى هكا 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 با بوم شو القليب عنده واحد خويف عامرة كيدير لها خلف هادي شتا ديجا في الاول كالبراهيم راويلا راويلا ليش ولا عنده هاد الطريقه هادي فاش كيتم غادي معاك حتى كيدور على الجنب فاش كيدور من الجنب ضيع ما خاصكش تخليه يتيري الا خليتيه يتيري راه مشيتي فيه بيت ما كيعطلش برو وا على ثنائيه ايفا منتخب الجزائر هذا شنو هذا ويلي عاد شنو كنت كنصحاب انا غيقلب الجول غيدوز الجول شكرا على المشاهد. المهم اخوتي هنا سالت الفيديو كانت الرياكسيون كاك دير رياكسيون ما عرفتش تدخل معايا هذا راه ديجا تكون شفتو معايا. المهم ها هو المهم شنو كتفضل انت ابراهيمي ولا مهري؟ ابراهيمي لا لا ماشي في ماشي في كلشي دابا واش كتفضل في مراوغه تكون تدواز زعما في القليب كلشي عزيز عليك ابراهيمي اوكي بالنسبه لي انا خويا في القليب وفي الدريب المهم عزيز عليا ابراهيمي لا عزيز عليا محرز في الدريب يعني المراوغات وبالنسبه للاهداف بيان سور غادي نختار محرز حتى هو بجوجهم في المراوغات وفي الاهداف اهداف ومراوغات محرز اما بالنسبه لشنو الاخر كانت واحد الحاجه تسال على سني شي حاجه كانوا دايرينها في الاول بالنسبه للتمريرات الحاسمه عجبني ابراهيمي كثر على رياض محرز في التمريرات الحاسمه كانوا شي تمريرات زوينين واعرين ديال ابراهيم. المهم اخوتي كانت الفيديو ديال اليوم هادي وكانت الرياكسيون ديال اليوم هادي كان معنا مصطفى يا مصطفى مصطفى شنو تقول لهم شحال بغيتي يوصلوا هذا الفيديو من لايك 30 لايك ايوا 30 لايك يوصلوا الدقه الاولى على شحال بغيتي انا خصني نعطيك ثلاثه ديال الاختيارات 300 400 500 500 جيم وصلوا هاد لا فيديو 500 جيم كما قال لكم مصطفى وما تنساوش سمحوا لي كنا كنتعطلوا عليكم ما تنساوش تشترك على هذيك